لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. هذه الشلفة الذهبية ليكون التحدي التحدي والشلفة. هنا مجد المجد لوجد المجد لوجد الشلفة لوجد. سلام عين خالد سلام. المركز الثاني وجد المملوكة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، يضمرها محمد بن برقان بن مقارح. و سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري يكرم الفائزين بهذه الشلفة. هذا هو نجل سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، يستلم الشلفة. محمد بن برقان بن مقارح تستاهل فوز وجد وصمصام وانتزاع للأشواط المفتوحة الذهبية. تستاهل خير وعافية أبو بريك. نعم، وش سلالة وجد وصمصام؟ وجد أبوها لهب الحمدون ولا مسدانية. صمصام ابو شاهين ومحليه. مشاركتها قبل الشوط اليوم؟ ولد في نواس الجات الثاني على السياره وتمنش، وثالث الامير واد، اليوم الحمد لله شلت. شعورك وانت ترفع الرموز الذهبيه في ختام الموسم ومقيض عليها محمد؟ والله هذا شعور يعني لم يوصف. انا شالها وخنجر وكلها تحمل اسم حضره صاحب السمو الشيخ تيمي محمد الثاني، وهذا صراحه شرف. بيض الله وجهك. هذا الفوز الناموس من تدي محمد. هذا الفوز الناموس لسمو الشيخ تيمي محمد الثاني الله يحفظه، وسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد وجميع مشجعين الشعار. بيض الله وجهك، شكرا جزيلا. جايق القعدان الشوط المفتوح. خنجر صمصام منتزع الشوط الاول الرئيسي، وابداع لشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني في هذا المساء بفوزه وانتزاعه للاشواط الرموز المفتوحه الذهبيه. لابته لابته وقفة شوميلة شوميلة شوميلة.